هذا التقرير أعده مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. للاحتباس الحراري تأثير ملحوظ على تغير المناخ في العالم، وهو الأمر الذي انعكس على البيئة، إذ تقلصت الأنهار الجليدية وتفتت الثلج على الأنهار والبحيرات في وقت مبكر، وأصبحت الأشجار تزهر في غير موسمها، وارتفع مستوى المياه في سطح البحر، وتغيرت مواعيد الأمطار. من المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على كل دولة في العالم، ولكن تأثيره متفاوت على المناطق، وسيكون البعض منها أكثر تضررا من الآخر بسبب مجموعة من التهديدات المختلفة. وسيركز هذا المقال الذي أعده مركز الروابط للدراسات الاستراتيجية على الدول النامية والعراق نموذجا، حيث تواجه الدول النامية والأماكن التي ينتشر فيها الفقر على نطاق واسع، والبلدان ذات الحكومات الخاملة تواجه أكبر المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وعادة ما تكون تلك الحكومات سيئة الاستعداد. بالنسبة إلى العراق الذي يقع جغرافيا في منطقة شرق المتوسط، يضيف موقعه الجغرافي إلى تضاريس سطحه المتنوعة العديد من عناصر الطقس المتغيرة التي تظهر بدرجات متفاوتة، فتهدد الضغوط المناخية في العراق بمآس جديدة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، ما يزيد من احتمالية مستقبل أكثر سخونة وجفافا لبلد شهد بالفعل دمارا واسعا. الظروف الاجتماعية والاقتصادية في العالم والعراق كمثال تتأثر بتغيرات المناخ السريعة، وتشمل هذه الآثار زيادة تواتر وشدة الطقس المتطرف الأحداث والمظاهر، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، ما سيزيد الضغط على الموارد الحيوية والبنى التحتية لدعم الأمن المائي والغذائي، ويؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة ككل. الزراعة في العراق تنحسر موسما بعد آخر ولأسباب متنوعة، أهمها تغيرات المناخ كونه أحد الفاعلين السلبيين الرئيسيين، هذا بالإضافة إلى تصاعد الهجرة من الريف إلى الحضر، والواردات المتزايدة من المنتجات الغذائية والزراعية. أما ما يخص الأثر الأكبر وهو ندرة المياه التي تأثرت بالتغيرات المناخية بسبب الاحتباس الحراري على جميع الأحوال الجوية، وتشمل التغيرات ارتفاع درجة الحرارة وتغيرات الضغط الجوي وهطول الأمطار وشدة توزيعها الزماني والمكاني، التي غيرت أيضا أحجام التدفق السنوي لنهري دجلة والفرات. وقد أظهرت الدراسات أن هذه الاتجاهات السلبية ستستمر على الأقل حتى نهاية هذا القرن، ويمكن أن تزداد شدة ما دامت الغازات الدفيئة مستمرة. تبين الدراسات أن معدل هطول الأمطار سينخفض بنسبة 15 إلى 25% على نطاق واسع، وذلك يشمل أجزاء من تركيا وسوريا وشمالي العراق وشمال شرقي إيران، بما في ذلك منابع ذات أهمية استراتيجية لنهري دجلة والفرات. كما أشارت هذه الدراسات إلى أن هطول الأمطار أظهر بالفعل انخفاضا ملحوظا ما بين عامي 1980 و2010، وهذا يرجع إلى حقيقة أن الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من حوض دجلة والفرات هي جبلية، مع ارتفاع في معدلات هطول الأمطار وتساقط الثلوج، في حين أن الأجزاء السفلية والغربية هي مسطحة نسبيا مع معدلات هطول مطرية أقل. وتظهر التوقعات المستقبلية أن هطول الأمطار في حوض نهر ديالة سينخفض بنسبة 17%، وكذلك الأمر في أحواض الزابين الكبير والصغير ونهر العظيم، ما يعني أن العراق الذي كان يطلق عليه يوما ما أرض السواد بسبب كثرة أشجاره سيكون يوما ما واحدا من أكثر البلدان تضررا في العالم، بالإضافة إلى 30 دولة أخرى.